Ja. لبنان سيكون له موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهي العمل على إخراج السوريين من لبنان. كل ما نريد أنه من المنظمات الدولية اللي عم تدفع للسوريين أنها تتوقف تدفع، ومنرفض كل شكل من أشكال الدمج والتوطين. تداعيات أمنية، عنا التداعيات الاقتصادية، التداعيات البيئية، التداعيات الاجتماعية والتداعيات التربوية. نحن ما عش نقدر نمنعهم من انه يهجروا البحر. غرق، راح بوزو، راح بوزو، يلا. لبنان اليوم صار اخذ مساعدات على كل موضوع النزوح، لبنانيين ونازل 8 مليار دولار، وخسارة الاقتصاد اللبناني بهذا الموضوع 40.5 مليار دولار. وقفوا خطاب الكراهية وشعارات التحريض وأحلام العزل، وقفوهن كلهن.